في الفيديو ده معدنا مع عملية تغيير شاشة LCD 15.4 في لابتوب HP كومباك 8510P. واضح قدامنا طبعا ان الشاشة فيها خبط بالطول، وده بيبقى ناتج عن عطل في البانل الداخلية. وبنحتاج في الحالة دي ان احنا نغير الشاشة، لان بنتعامل معاه لانه كسر تقريبا. واضح كمان ان في عطل في الديسبلاي، ان الشاشة فيها لون ابيض، يعني الالوان او العرض الالوان مش مظبوط على الشاشة، في لون ضبابي موجود على الشاشة. فطبعا مشكلة زي دي اول حاجة بنشتبه فيها الشاشة نفسها، لان انت عندك في الشاشة دي هي LCD، فاول اشتباه هيبقى في الشاشة، وممكن الفيديو كيبل، وممكن الانفرتر، وممكن الفيجا تشيب اللي هي كارت الشاشة الداخلي. فاسهل حاجة طبعا في التست عليها الشاشة نفسها. لو انت عندك شاشة نفس المقاس هتبدأ تفك الجهاز وتحط الشاشة التانية الجديدة اللي انت واثق فيها كتست، او حتى لو شاشة مستعملة. اول حاجة طبعا بنبدأ نفك الباتري، وبعدين نبدأ عملية فك الشاشة. في الموديل ده الوضع مختلف شوية، في مسامير بنفكها في الظهر علشان نقدر نحرر الشاشة، لأن بيبقى فيه كفرات على المفصلات وبتبقى مرتبطة بجزء بلاستيك فوق الكيبورد زي ما كان واضح قدامنا، وده بيبقى متثبت بمسامير خلفية اللي احنا فكناها من شوية. وبعد ما بفك المسامير ببدأ ان انا يعني باستخدام مفك فلات او ديس اسمبلي تول او بايدي ان انا افك الجزء البلاستيك. ولو حاجة طبعا حسيت انها فيها اعاقة بتبدأ تشيك على المسامير اللي ورا تاني، لان ممكن تكون ناسي مسمار ما تفكش. واضح طبعا ان في اعاقة هنا اثناء فك الجزء البلاستيك اللي فوق الكيبورد، فوارد يكون في مسمار لسه ما تفكش. تبدأ ترجع تاني، ما تتسرعش طبعا لان ممكن التسرع يتسبب في كسر الجزء البلاستيك ده. بعد ما فكينا المسمار الباقي اللي كان موجود بالخلف هبدأ احاول افك الجزء البلاستيك اللي على الكيبورد تاني. هنا واضح ان هو بيتفك معايا بسهولة شديدة، وهنا هو مربوط بكيبل في المذر بورد. انا ممكن اسيبه طبعا فوق الكيبورد عادي وابدأ افك الشاشة. طبعا في كفرات بتبقى موجودة فوق المسامير اللي بتربط الشاشة في الموديل ده، او اللي بتربط الفريم الامامي البلاستيك اللي هو محيط بالشاشة اللي عليه لوجو HP. وارد طبعا اثناء عملية الصيانة يجي لك جهاز كان مفكوك كذا مرة قبل كده، او المسامير بتاعته فيها مشاكل، فبتستخدم ادوات مساعدة زي التويزر وانت بتطلع المسمار، لانه احيانا بيبقى مش مفكوك بسهولة.
ونفس الحال مع المسامير اللي موجودة في مناطق متفرقة في الفريم الأمامي. ببدأ أشيل الكفر المطاطي اللي بيغطيها وبعدين أبدأ أفكها علشان أقدر أفك الفريم الأمامي اللي موجود حوالين الشاشة. ودلوقتي بستخدم ايدي في تحرير فريم البلاستيك بعد فك المسامير. طبعا زي ما واضح قدامنا انا بدأت من الاسفل او من الجوانب الداخلية اللي هي عند الشاشة، وبعدين بعد كده ببدأ بالاطراف. طبعا انت مع الوقت ومع فك موديلات كتير هتبدأ تاخد خبرة في عملية الفك وهتبقى سهلة جدا بالنسبة لك. كده احنا فكينا الفريم البلاستيك الامامي. هيجي دلوقتي دور فك المسامير اللي بتربط الشاشة في الدعامات المعدنية الجانبية اللي بتتصل بالمفصلات في الأسفل. بتبقى طبعا دعامتين غالبا موجودين على يسار ويمين الشاشة، وفي الأسفل خالص بيبقوا متصلين بالمفصلات. دلوقتي بيجي دور فك الفيديو كيبل اللي بيربط الشاشة بالمذر بورد. وبعدين مصدر تغذية اللمبات، الكابل اللي بيبقى طالع من بوردة الانفرتر للشاشة علشان يغذي لمبات الـ CCFL اللي هي بتعمل إضاءة جوه الشاشة. وده طبعا بيبقى موجود في الشاشات الـ LCD فقط، مش الـ LED، الـ LCD اللي هي الموديل الأقدم. طبعا المقاس هنا N15/4 بيبقى مكتوب او غالبا في كود N15/4، يعني احنا بنشوف الرقم اللي في النص اللي هو 15.4. وبنجيب شاشة طبعا نفس المقاس، هنا مكتوبة B15E
يعني انت من الاكواد اللي موجوده على الشاشه هتعرف المقاسات. مهم جدا ان يكون الفلات كيبل او الفيديو كيبل راكب بصوره سليمه، طمن ان هو راكب مظبوط جوه المكان الخاص بيه في الشاشه. بعد تركيب الفيديو كيبل والكابل الخاص بتغذيه اللمبات في الانفرتر في الشاشة الجديدة، طبعا ببدأ أثبتها في الدعامات الجانبية في المسامير المخصصة ليها. هثبت بوردة الانفرتر طبعا في مكانها علشان اعرف اقفل الكفر البلاستيك والفريم الامامي. وهنا ببدأ تثبيت الفريم الامامي على الشاشة الجديدة اللي ركبت. طبعا احنا زي ما قلنا ان الشاشة هنا LCD 14:1، ببدأ أقفل الفريم الأمامي بواسطة الضغطات على الفريم. ودايما مقاس الشاشات قلنا بيبقى مكتوب على ستيكر في الخلف على صورة كود، ممكن تلاقي مثلا حروف زي بي سي مثلا وبعدين 14 0، يبقى دي معناها انها 14 فقط. ممكن تلاقي حرفين وبعدين بعد كده 15 وبعدين 4، يبقى معناها ان دي 15 و4. انت مع الوقت طبعا الاكواد دي هتبدا تتمرس عليها وتشوفها لانها سهله جدا، واحيانا في بعض الشاشات بتفكها بتلاقي مكتوب عليها المقاس صريح يعني 15.4 يعني 15.4 LCD. وان كان الغالب او معظم الشاشات بتبقى مكتوب على هيئه كود، رقم المقاس بيبقى في النص متصل ببعضه من غير بوينتس او نقط. وطبعا الفرق ما بين الشاشات ال LCD ان الشاشات ال LCD بيبقى فيه بوردة انفرتر ملحقة بيها بتبقى مسؤولة عن تحويل فرق الجهد الى فرق جهد عالي علشان تضيء اللمبات اللي موجودة في الشاشات ال LCD. انما الشاشات اللي هي ال LED ما بيبقاش معاها انفرتر لانها بتشتغل بنظام اضاءة مختلف وهو ال LED، ما بتبقاش محتاجة جهد عالي عشان تشتغل. ببدأ دلوقتي أقفل الجزء البلاستيك اللي موجود فوق الكيبورد، أثبته في مكانه. طبعا احنا فاكرين ان احنا
شلنا المسامير اللي مثبتاه وكانت من الخلف هنا، بس انا بضغط عليه ضغطات عشان اثبته في مكانه، وبعدين التثبيت الاساسي بتاعه من الخلف بواسطة المسامير اللي بتثبته عند المكان تركيب الباتري. وتطمن برضو ان مفيش اي فروقات في ما بين الفريم الامامي والفريم الخلفي المحاطين بالشاشة. هيجي دلوقتي دور تثبيت المسامير اللي كنا بنتكلم عليها من شوية، اللي هي بتثبت الجزء البلاستيك اللي موجود فوق الكيبورد. وبوسط التويزر المعدني او الملقط بتبدا تثبت الاغطيه المطاطيه اللي كانت موجوده على المسامير اللي في الفريم الامامي المحيط بالشاشه. طبعا ده علشان الشكل الجمالي، ما ينفعش ان انا اسلم العميل الحاجه ناقصه. وبنركب البطارية وهنبدأ نتست الجهاز دلوقتي. الجهاز دلوقتي بدأ يدخل على نظام التشغيل، واضح قدامنا ان الخط مش موجود طبعا لان احنا استبدلنا الشاشة بشاشة جديدة. واضح طبعا ان اللون الضبابي اللي كان موجود اختفى والالوان طبيعية جدا، معنى كده ان العطل كان بسبب الشاشة وانه تم اصلاحه بالفعل.